يعني القصة تبعي أسطورة عم تكمل ذاتها، وأنا أرى نفسي أسطورة. يعني تقييم شخصي ذاتي لذاتي، لا أنتظر تقييم الأحد، ولا بحياتي انتظرت من الأحد تقييم على الإطلاق، ولا يهمني يعني تقييم الآخر. وبالنتيجة إن كان في هذا الزمن أو في الزمن، رسالتي ستكون العار عليكم. العار لأنه لا ثمة متحف خاص باسم سبهان آدم. العار على كل الذين يعني يلوذون بالثرثرات والسخافات والتفاهات حول منجزي وعبقريتي. أنا الذي بدأت عصاميا ومن لا شيء، ونبت رعوي لا ثمة جهة ولا مؤسسة ولا نظام ولا دولة ولا على الإطلاق قام برعايتي على الإطلاق. جهد شخصي بحت 100%. ومع هذا الجاليري في العالم العربي بأغلبه، الداخل هنا أو الخارج كذا، أهل لبنان بقسم كبير، أو الأردن أو مصر ضد أو مع، الفرنسيين أيضا كمان ضد، كلهم يعني اتفقوا على أن يكونوا ضد سبهان آدم فقط لسبب بسيط، أني أنا رجل مستقل ومحايد، وأنا لا أرتضي لنفسي على الإطلاق، لا أسلوبي ولا حياتي ولا شغلي ولا عملي ولا لوحتي، أرتضي لنفسي أن تكون تحت جهة معينة على الإطلاق. ربما بحكم الأمر واقع في زمن ما بطريقة ما ممكن أكون يعني مجامل إلى حد ما، يعني إلى حد ما يعني، بس أني أنا أقدم يعني مسيرة حياة كاملة لسبهان آدم، أني أقف في جهة ما ضد هذه الجهة مستحيل، أو أني أدخل كل أسلوبي وحياتي وتجربتي ضمن سلطة جاليري أو مقتني أو ذائقة ثقافية فيها مال أسود أو مافيا سوداء. أنا لست بحاجة لهذا الشيء، يعني مستحيل. يعني أنا بأقل الخسارات بأقل الربح، فأنا أمامي عندي هذه الألوان التي موجودة عندي بالأطنان، عندي القماش، هاي المتعة تبعي. وبالنتيجة أنا أمارس كما مثل الآخرين، أمارس هذا النشاط الترفيهي لذات الشخصي بس، يعني مجرد يعني مثل هذا الفران اللي بيفتح الصبح الساعة 6 الصبح بيع خبز، أنا كمان نفس الشيء، يأتي في ناس ضدي في ناس معي، بس هذا هو هيك، أنا برتاح هيك يعني. يعني ما بدي حدا لبرو عند حدا ولا حدا بيجيني، ولا مش فاضي يعني، مش فاضي فعلا، مش فاضي والله.